أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية والتي تأتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع تصريح رسمي من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم السبت الموافق 14 من كانون الثاني، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم مع تشكل الضباب الخفيف وتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشرقية. لا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق. الرياح جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وفي الأقسام الشرقية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 5 إلى 7 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس غائم مع تشكل الضباب الخفيف وتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، درجة الحرارة مقاربة لليوم السابق. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 5 إلى 7 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية الطقس غائم مع تشكل الضباب الخفيف وتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن وبالتحديد في أقسامها الشرقية، درجة الحرارة مقاربة لليوم السابق. الرياح جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وفي الأقسام الشرقية معتدلة السرعة أيضا تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 5 إلى 7 كيلومتر. بينما درجات الحرارة في العراق ستكون كالآتي لهذا اليوم: في بغداد الصغرى سجلت 4 درجات فقط كدرجة حرارة الصغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، وطقس غائم جزئي ممطر في بعض الأحيان في العاصمة بغداد. البصرة سجلت الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة الصغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة، والطقس غائم جزئي ممطر في البصرة لهذا اليوم. أربيل سجلت الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة الصغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، والطقس غائم جزئي في أربيل لهذا اليوم. كربلاء المقدسة سجلت الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة الصغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، والطقس غائم جزئي في كربلاء المقدسة لهذا اليوم. ديقار سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة، وطقس غائم جزئي في ديقار لهذا اليوم. السليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 3 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 9 درجات، وطقس غائم جزئي في السليمانية لهذا اليوم. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة، والطقس غائم جزئي في بابل لهذا اليوم. ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة، والطقس غائم جزئي وأحيانا ممطر في ميسان لهذا اليوم. دهوك سجل الصغرى لهذا اليوم درجتين كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، والطقس غائم جزئي في دهوك لهذا اليوم. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة، والطقس غائم جزئي في الأنبار لهذا اليوم. النجف والأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة، والطقس غائم جزئي في النجف والأشرف. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة، والطقس غائم جزئي في الديوانية لهذا اليوم. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم درجتين كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة، والطقس غائم جزئي في الموصل لهذا اليوم.
ديالا سجل الصغرى لهذا اليوم درجتين كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، والطقس غائم جزئي في ديالا وأحيانا ممطر أيضا. وسط سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة والطقس غائم جزئي وأحيانا ممطر في واسط لهذا اليوم. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 4 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة والطقس غائم جزئي في صلاح الدين لهذا اليوم. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في المثنى لهذا اليوم. تشير التقارير الجوية لأن هناك منخفض جوي وفرص لزخات مطر وكذلك تساقط للثلوج في الجبال خلال الأوقات والساعات القادمة، وتشير الخرائط الجوية إلى تحسن فرص الأمطار خلال الساعات القادمة، وذلك نتيجة اقتراب المنخفض الجوي من أجواء البلاد، حيث متوقع هناك فرص لأمطار متفرقة في بعض من المناطق في وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها تتحسن خلال هذا اليوم، وتشمل أغلب المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والمنطقة الغربية، وكذلك تكون بين خفيفة إلى متوسطة، وكذلك هناك غزارة في الأمطار الواردة على ديالى وواسط وصلاح الدين والرمادي وأجزاء من بابل والمثنى، ولربما تحدث غزارة أيضا في مناطق أخرى من المناطق الجنوبية، وتستمر تأثير أو يستمر تأثير المنخفض الجوي حتى صباح أو ظهر يوم الأحد يوم غد، ثم ينتهي كما تتوقع الخرائط الجوية لتساقط الثلوج على المرتفعات في السليمانية، وربما تشمل أيضا مرتفعات أربيل. الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، وتعود الرياح الشمالية الغربية صباح يوم الأحد. كذلك درجات الحرارة تستمر بالأجواء الشتوية الباردة مع تراجع طفيف في موجة البرد الشديدة. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من المدن المقدسة وعواصم الدول المجاورة. مشهد المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة تحت الصفر كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 3 درجات تحت الصفر والطقس مشمس في مدينة مشهد المقدسة. المدينة المنورة سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 21 درجة والطقس غائم جزئي في المدينة المنورة لهذا اليوم. الكويت العاصمة سجل الصغرى لهذا اليوم 14 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 19 درجة والطقس غائم جزئي ممطر في بعض الأحيان في الكويت العاصمة. دمشق السورية سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 10 درجات والطقس غائم جزئي وأحيانا ممطر في دمشق السورية. عمان الأردنية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم جزئي في عمان الأردنية لهذا اليوم. اسطنبول التركية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 11 درجة والطقس غائم ممطر في اسطنبول التركية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من عواصم الدول العالمية. عاصمة الضباب لندن سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم ممطر في عاصمة الضباب لندن. برلين الألمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 8 درجات والطقس غائم جزئي
في برلين الألمانية. ستوكهولم سجل الصغرى لهذا اليوم درجتين كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 5 درجات، والطقس غائم ممطر في ستوكهولم لهذا اليوم. كوبنهاجن الدنماركية سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 7 درجات، والطقس غائم جزئي وأحيانا ممطر في كوبنهاجن الدنماركية. باريس الفرنسية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، والطقس غائم ممطر في باريس الفرنسية لهذا اليوم. هذا كله ما رصدناه عن حالة الطقس في البلاد وعدد من عواصم الدول المجاورة وعواصم الدول العالمية وبعض من المدن المقدسة. نلتقي دائما أكيد على المحبة والود بعد 10 صباحا، وهذه عودة مرة أخرى إلى إسراء ونهاوند لإكمال ما تبقى من فقرات برنامج صباح كربلاء.